السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو خاص باختبارات النيابة العامة ملازم تحقيق. وجد على القناة أكثر من فيديو خاص باختبارات سابقة للنيابة العامة ملازم تحقيق، يمكنك الاطلاع عليها في القناة. من أسباب انتهاء خدمة عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة، إجابة صحيحة. تنقضي الدعوة الجزائية باستقالة عضو الهيئة، إجابة خاطئة. رمي المكلف بالزنا أو اللواط بغير دليل معتبر شرعا، تعريف القذف. هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلة منه يفر هاربا مشتعل، المختلس. هو الذي يأخذ مال الغير عيانا معتمدا على القوة الغلبة، المنتهب. من الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة أن يتولى قضية ما أو يصدر فيها قرارا، إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرا أو محكما أو وكيلا أو أدى شهادة فيها جميع ما سبق. لا قصاص في كسر عظم، جائفة، الهاشمة، جميع ما سبق، جميع ما سبق. يجوز أن يكون التفتيش نهارا أو ليلا بحسب ما يراه المحقق، إجابة خاطئة. المادة 52 من نظام الإجراءات الجزائية، يجب أن يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخوض لها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلا، ولا يجوز دخول المساكن ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة. لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى، إجابة صحيحة. لا يجوز مطلقا إعادة العضو المقتصة منه، إجابة خطأ. تكون قرارات مجلس التأديب نهائية، إجابة خاطئة. لا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، مادة 15 من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام. هي الرجوع عن الإسلام إلى دين الكفر، الردة. حصول الموت بغير إرادة ولا قصد فعل، القتل الجاري مجرى الخطأ. يشترط في شهادة حد الزنا أن يكون عددهم 4. مما لا يدخل في العاقلة، المرأة، المجنون والصبي، الفقير، جميع ما سبق، جميع ما سبق. رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، إجابة خاطئة. رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكب الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية. لا يجوز تأخير إقامة الحد ولو لمرض يرجى زواله، إجابة صحيحة. من مسقطات حد السرقة الرجوع عن الإقرار والشهادة، إجابة صحيحة. يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، إجابة صحيحة. هي أعذار قانونية معفية من العقاب مع بقاء الصفة الجرمية للفعل ويبقى الفاعل مسؤولا جنائيا. موانع العقاب: صدر نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام سنة 1409. لا توبة لمن تكررت ردته، إجابة صحيحة.
تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنة واحدة من تاريخ مباشرة العمل. إجابة خاطئة. مدة التجربة سنتين، المادة الرابعة من لائحة أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم. إن شاء الله نكون بقية الاختبارات السابقة في فيديوهات قادمة. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.